يسأل سائل كريم فيقول: الجيلاتين البقري لو كانت البقرة غير مذبوحة على الطريقة الشرعية، ويقول أقصد تحديدا منتجات الأطفال اللي بيع جيلاتين بقري في الغرب، هل تعتبر حلال أم حرام؟ مع العلم أن يوجد وفرة في الجيلاتين النباتي لمنتجات الأطفال، لكن لأن المدرسة لا توفر ذلك فأردت السؤال. نقول له: يا رعاك الله، لقد صدر عن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرارا فيما يتعلق بالجيلاتين، أسوق لك بنصه تتميما للفائدة. اسمع جيدا: لا حرج في استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة ومن الحيوانات المباحة المذكاة تذكية شرعية، ولا يجوز استخراجه من محرم كجلد الخنزير وعظامه وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة، ولا استعمال الأطعمة التي يستخدم فيها ذلك، إلا إذا كانت النسبة يسيرة قد استهلكت في غيرها فلم يبق لها أثر من طعم أو لون أو ريح، أو عند حصول التيقن من استحالته وانقلاب عينه. إيه معنى الاستحالة؟ قال: انقلاب العين إلى عين أخرى تغيرها في حقيقتها وفي صفاتها، وهي من المطهرات، تتحول بها المواد النجسة والمتنجسة إلى مواد طهرة، فيتغير حكمها من التحريم إلى التحليل، فإن الحكم تابع للإسم والوصف ودائر معه وجودا وعدما. أما إذا تغيرت صفاتها الخارجية الظاهرة وبقيت حقيقتها لم يتغير حكمها، كتغيير الجامد إلى سائل أو السائل إلى جامد، لأن التجميد والإسالة وإن غير بعض الصفات فإنه لا يغير الحقائق. ثم أضاف قرار المجمع فقال: وموضع الإشكال في هذه القضية في تطبيقاتها العملية وليس في تأصيلاتها الفقهية، فهي أقرب إلى عمل الخبراء منها إلى عمل الفقهاء. وبناء على ذلك، فإذا ثبت أن البقرة ميتة بالفعل وأن الجيلاتين المستخلص منها لم يتحول إلى مادة أخرى ولم تكن نسبته يسيرة جدا مستهلكة، كان ذلك على أصل المنع. لكن يا حبيبي، لا نستطيع الجزم بأن البقرة ميتة، لأن هناك خلاف حول لحوم الأبقار والأغنام في هذا البلد. القانون الفيدرالي يوجب إنهار الدم، والذين منعوا من أكلها قالوا لأن نسبة منها تموت قبل أن تذبح فتختلط الميتة بالمزكاة، ودي تختلف من مجزر إلى آخر وكذا. لا نستطيع الجزم بأن الاستحالة منتفية، لا تزال القضية جدلية إلى الآن. بعض الخبراء يقولون حدثت الاستحالة وبعضهم لا يقولون، فالظاهر أنه مع الحاجة، مع عموم الحاجة، أطفال في عموم المدارس، يبقى الأمر على أصل الرخصة مع فتح أبواب الورع لمن قدر على ذلك، وخير دينكم الورع، والله تعالى أعلى وأعلم.